السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ماما. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كوب كيك او شوكولا. عندنا في المقادير 100 غرام شوكولا سوداء، غادي ندوبها مع 50 غرام زبدة، عندي 40 غرام دقيق، 40 غرام نشا، 50 غرام لوز مهرمش فاني، 150 غرام سكر كلاصي، 5 بيضات فرقتهم، درت الاصفر بوحدو والابيض بوحدو، ضربت اصفر البيض والسكر. دابا غنضيف عليه الشكلاط بهذا الشكل هذا. دابا غنضيف اللوز ونضيف الخليط ديال الدقيق ونشف، ودابا غادي نضربهم مزيان. ودابا غادي نضيف عليه ابيض البيض ونشف شويه بشويه بهذه الطريقه. المول بالخليط وخليت فيه واحد شويه، حيت الا دخلته الفران غادي يطلع شويه. غادي ندخلو الفران على درجه 160 وغنخليه حتى يطيب. بالنسبه للكوب كيك ديالي طاب لمده 15 دقيقه على درجه 160. هنايا كما كتشوفوا خليت وحده صحيحه والباقي قطعتهم على النص. بالنسبه للكوب كيك ديالي خليته ليله كامله باش يسهل ليا التغليف ديالو بعجينه اللوز. هنايا كما كتشوفوا خديت هاد اللي كامله غلفتها كلها، والانصاص غلفت غير الفوق ديالهم، زينتها بوريضه ديال عجينه اللوز والفوانيد والفواكه. كنتمنى تعجبكم الوصفه وبصحه وراحه. الى عجبكم الفيديو ديال ماما ديروا جيم وديروا سابوني.